سلام بنات، لبس ليكون زينين بخير، مش كتعودوا؟ نتمنى تكونوا صحه جيده. اليوم كاين المقشر ديال العاد، شخص ديال القهوه، راه البنات فعال ومزيان، راه مجربه. هنا كنشرب وكندير باليدية وكندير صبر الله كيخلي لي يدي رطبين، لان كيبقى يماصيهم كيحيد منهم ديك الاعصاب اللي كنت تيقصها، كيحيد منهم ديك واحد ديك الجيل الميت. كتديرو على شكل ماسا، شكل المهم مقشر، وراه زوين البنات، راه واعر. انا جربتو، كديرو معلقة ولا جوج معالق ديال التخت هذا، انا تنديرو لوجهي ومعلقة ديال التبع، وراه البنات غزال وكيخلي الوجه صافي. من بعد شي من كديرو هاد المقشر هذا، راه كتحس بالوجه ديالكم تبارك الله، عرفتي كي عندنا نفعو ديالو. نشربوها البنات وغادي نوريكم الطريقة ان شاء الله. خليكم معايا. انا سفي معلقة ديال العسل، وكاين عندي ليه البنات. مرة انا كنديرها مرة في السمانة هكا، كندير هاد الكومار هذا البنات، راه غزال، غير جربوه. تعرف راه القهوة عندها فوائد زوينة، خير الوجه، متخلعوش مني. هسا البنات كديرو كيريح البصر، ديركم لي ديرو لي بيك ومكلش. فاطمة صغير بحال هكا يا البنات، ايه بحال هكا. مرة الواحد خاصة يبقى يدير القماش ونقى البشرة ديالو، راه حتى هي البنات راه حتى هي من الأشياء، حتى هي اللي خاصها تنظيف، راه مهم جدا الواحد يتهلا في راسو في الوجه ديالو. المهم بحال كتعطي حركة، شحال شكل شحال ميالة شتي، باش نوصي الحركة راسو كتحسي، باش كتسالي كتحسي بالوجه ديالك هاد راه دابا نيسفو ليه زعفي يدن. البنات نديرو هكا، نخليه شوية عاد نوصلو. مازال البنات نعطيك واحد الوصفة غزالين ديال الضعف وديال الغوض وديال، بالنسبة للناس اللي عندهم البواسير، ايه بقى ما ساليش وصافي. هانتي دابا هانتي الغسل، وغادي نخليه شويه وغادي